الحمد لله، كيف الصلاة والسلام على نبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين الشرف وبعض. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، اللي هو أسلوب التعجب. هناك بعض الأمور التي يجب أن نتعرف عليها في هذا الدرس، ألا وهي تعريف أسلوب التعجب، ما الصيغ التي تستخدم في هذا الأسلوب، كيف نتعجب من الفعل، هل كل الأفعال يصح أن نأتي منها بصيغة التعجب، أم أن هناك شروطا في هذا الفعل الذي يتعجب منه. أول حاجة، يعني إيه أسلوب التعجب؟ التعجب أحبابنا الكرام هو استعظام أمر ما خفي سببه. أنا في حاجة منبهر بيها لا أعرف سببها، فأنا بأتعجب منها. تمام؟ ما أجمل السماء، يعني جمال السماء ده سبحان الله، أو ما أجمل النجوم، جمال النجوم ده شيء لا يعرف سببه، وأنا أستعظم هذا الأمر. يبقى إذن التعجب هو استعظام أمر ما خفي سببه، يعني أنا لا أعرف سبب هذا الأمر إيه، فأنا أتعجب لأنه قد خفي علي سبب هذا الأمر الذي أتعجب منه. طبعا ده بالنسبة للبشر، لكن عندما يأتي أسلوب التعجب من الله تبارك وتعالى، فما كما في قوله تعالى فما أصبرهم على النار، ما ينفعش أقول إن ربنا لا يعلم سبب هذا التعجب، لا، هذا التعجب منصرف إلى المخاطبين، يعني حق لكم أيها المخاطبون أن تتعجبوا من حال هؤلاء ومن صبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. يبقى إذن التعجب هو استعظام أمر ما خفي سببه. له صيغ سماعية، يعني كيف تكفرون بالله، أنا بتعجب إزاي أنتم بتكفروا بربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الخالق والرازق والنافع والضار إلى غير ذلك، فدي صيغة سماعية يعني لا يقاس عليه. لكن التعجب له صيغ قياسية، يعني أستطيع أن آتي على منوالها وأن آتي على مثالها. التعجب له صيغتان، ما أفعله وأفعل به، زي ما أقول مثلا إيه، ما أجمل السماء وأجمل بالسماء، أجمل بالسماء، فما أجمل السماء ده أسلوب إيه؟ تعجب، وأجمل بالسماء ده أسلوب تعجب. يبقى إذن عندنا صيغتان للتعجب، ما أفعله وأفعل به. طب كيف نعرب يا دكتور؟ كيف نعرب هذه الصيغة؟ مثلا ما، أقول ما تعجبية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب أجمل فعل ماضي مبني على الفتح. طيب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على ما. طيب السماء مفعول به منصوب علامة نصبه الايه؟ الفتحة. والجملة من الفعل أجمل وفاعله هو والسماء في محل رفع خبر، يبقى ما مبتدأ وجملة أجمل السماء في محل رفع ايه؟ خبر. ده بالنسبة للصيغة الأولى. طيب الصيغة الثانية، أجمل، العلماء يقولون فعل ماضي جاء على صورة الأمر، يعني هو في الأصل فعل ماضي لكن أتى على صورة الأمر، مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر. طيب الباء حرف جر زائد، السماء فاعل مرفوع
وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد زي وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. كفى فعل ماضي. الباء حرف جر. لفظ الجلالة فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. يبقى إذن أجمل بالسماء، أجمل فعل ماضي أتى على صورة الأمر مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيء على صورة الأمر. الباء حرف جر زائد لا محل له من الإعراب. السماء فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. ده بالنسبة لإعراب صيغتي التعجب. طيب هل كل فعل يصح أن يتعجب منه أحبابنا الكرام؟ يعني هل كل الأفعال يصح أن آتي منها بصيغة التعجب؟ لا. الفعل الذي يتعجب منه له شروط. أول حاجة أن يكون ثلاثيا، يبقى الفعل الرباعي ما ينفعش أتعجب منه. أن يكون تاما، يبقى الفعل الناقص زي كان وأخواتها ما ينفعش أتعجب منه. أن يكون مثبتا، يبقى الفعل المبني أو الفعل المنفي لا يجوز التعجب منه إلا بطريقة أخرى سنعرفها الآن. مبنيا للمعلوم، يبقى الفعل المبني للمجهول لا يجوز التعجب منه بطريقة مباشرة وإنما بطريقة سنعرفها الآن. أن يكون قابلا للتفاوت، يعني الفعل الذي أتعجب منه يبقى فيه درجة من التفاوت زي مثلا حسنة. طبعا الحسن عند الناس متفاوت، في ليس عند الناس جميعا على درجة واحدة الحسن وكذلك الجمال. لكن الفعل مات، الفعل فنية، ده ما فيهوش تفاوت. ما فيش حد بيموت يعني ايه في تفاوت في الموت بين هذا وذاك، كله على درجة واحدة من ناحية الموت والفناء. لكن الحسن الجمال ليس الكل على درجة واحدة. يبقى إذن أن يكون قابلا للتفاوت فلا يتعجب من الفعل مثلا مات ولا فني، لأن هذه الأفعال أحببنا الكرام ليس فيها تفاوت بين الناس، ليس فيها تفاوت، وإنما الناس الكل يموت على درجة واحدة والكل يفنى على درجة واحدة، ليس هناك تفاوت بينهم. ليس على أفعل فعلاء، يعني مثلا أخضر خضراء، أحمر حمراء، أفعال هذه الأسماء خضرة وحمرة لا يجوز التعجب منها بطريقة مباشرة. تمام؟ يبقى إذن طريقة التعجب من الفعل إما هناك طريقتان، طريقة مباشرة وهناك طريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة يشترط فيها أن يكون الفعل ثلاثيا تاما مثبتا مبنيا للمعلوم قابلا للتفاوت ليس على أفعل فعلاء، يعني زي مثل حسنة وجملة. أقول ما أحسن محمدا، ما أحسن محمد، دي طريقة مباشرة مباشرة أتعجب من الفعل مباشرة بدون أي وسائل أخرى. طيب الأفعال التي فقدت هذه الشروط، احنا قلنا الفعل الذي يتعجب منه له شروط، هذه هي الشروط. طيب لو فقد شرطا من هذه الشروط من الممكن أن أتعجب منه لكن بطريقة أخرى غير مباشرة. أولا في أفعال ما ينفعش أتعجب منها أبدا نهائي، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، اللي هي الأفعال الجامدة زي عسى وليس ونعمة وبئس، دي كلها أفعال جامدة لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن أتعجب منها. وكذلك الأفعال غير قابلة للتفاوت زي مات وفنية وهلك، أيضا لا يجوز أن أتعجب منها أبدا لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة. طيب يا دكتور لو كان عندي فعل غير ثلاثي، احنا قلنا في الشروط أن يكون ثلاثي، أن يكون ثلاثيا، لو كان غير ثلاثي أو كان ناقصا أو كان أفعل فعلاء،
نأتي بفعل أولا ينطبق عليه الشروط، ثم نأتي بمصدر هذه الأفعال بعد هذا الفعل. يعني مثلا كلمة أشد، مثلا أشد ده ينطبق عليه الشروط، تمام؟ آتي بكلمة أشد الأول أو أكثر، ثم آتي بمصدر هذا الفعل اللي هو غير الثلاثي. أقول مثلا ما أشد ازدحام الملاهي، ما أشد ازدحام الملاهي. فأنا تعجبت هنا من الفعل غير الثلاثي، بس بطريقة غير مباشرة. أولا جبت الأول فعل ينطبق عليه الشروط، ثم أتيت بمصدر الفعل اللي أنا عايز إيه أتعجب منه اللي هو غير الثلاثي، ازدحم. وكذلك الفعل الناقص، عندما أقول مثلا ما أصعب كون الدواء، ما أصعب كون الدواء مرا، ما أصعب كون الدواء مرا. كون ده فعل ناقص لا يجوز التعجب منه مباشرة. طب أنا عملت إيه؟ جبت الأول فعل ينطبق عليه الشروط اللي هو أصعب، تمام؟ ثم أتيت بمصدر الفعل الناقص بعده مباشرة، دي طريقة غير مباشرة، خلاص؟ طيب، طب لو كان الفعل مبني للمجهول يا حضرات أو منفي، برضو آتي بفعل ينطبق عليه الشروط ثم آتي بمصدر هذا الفعل، لكن المصدر هنا يكون مؤولا وليس صريحا. زي إيه؟ ما أقبح أن يعاقب البريء، ما أقبح أن يعاقب البريء. يعاقب دي فعل مبني المجهول، ومع ذلك تعجبت منه بس بطريقة غير مباشرة. أول حاجة عملتها إيه؟ جبت الأول فعل ينطبق عليه الشروط اللي هو أقبح، ثم أتيت بالفعل المبني للمجهول ومعه أن المصدرية، عشان يبقى مصدر مؤول وليس مصدر إيه؟ صريح. يبقى إذن أحبابنا الكرام، ملخص الدرس، التعجب هو استعظام أمر ما خفي سببه، استعظام أمر ما خفي سببه، له صيغتان قياسيتان، ما أفعله وأفعل به. ما أفعله عندما نعربها نقول ما تعجبية، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأفعل فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، والسماء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. والجملة من أجمل وفاعلها والسماء في محل رفع خبر ما. طيب أجمل أفعل به أو أجمل بالسماء، أجمل فعل ماضي جاء على صورة الأمر، الباء حرف جر زائد، السماء فاعل مرفوع مجرور لفظا لكنه مرفوع محل. طيب طريقة التعجب من الفعل، هناك أفعال لا يمكن أن يتعجب منها أبدا بحال من الأحوال، وهو الفعل الجامد مثل نعمة وبئس وعسى وليس، أو الفعل غير القابل للتفاوت ليس فيه تفاوت زي مات فني هلك، كل هذه أفعال لا يمكن التعجب منها. طيب الفعل الذي يتعجب منه له شروط أحبابنا الكرام، أن يكون ثلاثيا، أن يكون تاما مثبتا مبنيا للمعلوم قابلا للتفاوت، ليس الوصف منه على أفعل فعلاء، تمام؟ طيب كيف نتعجب من الأفعال التي فقدت شرطا من هذه الشروط؟ إذا كان غير ثلاثي أو فعلا ناقصا أو الوصف منه على أفعل فعلاء، نأتي أولا بفعل ينطبق عليه الشروط، ثم نأتي بمصادر هذه الأفعال بعد هذا الفعل الذي ينطبق عليه الشروط. طيب لو بمصدر صريح وليس مؤول هنا، طب لو كان مبنيا للمجهول أو منفيا، أيضا نأتي بفعل ينطبق عليه الشروط، ثم نأتي بمصدر هذين الفعلين مؤولا، يعني معه أن المصدرية مثل ما أقبح أن يعاقب البريء. بهذا أحبابنا الكرام
نكون قد وصلنا إلى ختام أسلوب التعجب مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا هو أسلوب الإغراء والتحذير. نبدأ بأسلوب الإغراء. الإغراء أحبابنا الكرام هو عبارة عن اسم منصوب بفعل محذوف لإفادة الترغيب والتشويق. الإغراء هو اسم منصوب بفعل محذوف لإفادة الترغيب والتشويق. زي إيه؟ عندما أكون مثلا الصدقة، كلمة الصدق هنا أسلوب إغراء لأنها مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم الصدقة. طيب ما فائدة هذا الأسلوب؟ فائدة هذا الأسلوب هو حث المخاطب على أمر محمود ليفعل. حث المخاطب على أمر محمود ليفعله. تمام؟ عندما أقول الصدق يا محمد يعني إلزم الصدق، فالصدق ده أمر محمود. تمام؟ واجب على المخاطب عندما يسمع هذا الأسلوب أن يلزم هذه الصفة وهي صفة الصدق. الأمانة يعني إلزم الأمانة. كل صفة محمولة تدخل تحت باب أو أسلوب الإغراء. طيب أركان هذا الأسلوب، عندنا مغري وعندنا مغرى وعندنا مغرى به. مغري اللي هو متكلم، والمغرى اللي هو الايه؟ المخاطب. والمغرى به ده الامر المحمود اللي انا باشوقه اليه او باغريه به اللي هو الصدق. تمام؟ يبقى اذا اركان اسلوب الاغراء مغري، مغرى، مغرى به. طيب صور هذا الاسلوب يا حضرات، هذا الاسلوب له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأتي مفردا زي كلمة الصدق، ده ليس معه، لم يقرر ولم يأتي معه اسم إيه؟ معطوف. الصدق فده مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم الصدق. دي الصورة الأولى، أن يأتي المغرى به مفردا يعني ليس معطوفا وليس مقررا. الصورة الثانية، أن يأتي مقررا زي الصدقة الصدقة. هنا الاسم المغرى به تكرر حضرات، الصدقة الصدقة. طيب أو يأتي معطوفا عليه، عندما أقول الصدقة والأمانة يبقى ديت ثلاث، هذه ثلاث صور للاسم المغرى به، إما أن يكون مفردا يعني لا ليس مقررا وليس معطوفا عليه مثل الصدقة عندما تقول الأمانة وتسكت فقط، وإما أن يأتي مقررا عندما تقول الصدقة الصدقة، وإما أن تعطف عليه شيئا آخر فتقول الصدقة والأمانة، الصدقة والأمانة. تمام؟ طيب كيف نعرف هذا الأسلوب أحبابنا الكرام؟ هذا الأسلوب يكون مفعولا به لفعل محذوف، يكون مفعول به لفعل محذوف، لكن هذا الفعل المحذوف هل محذوف جوازا أم وجوبا؟ يعني إيه جوازا؟ يعني هل يجوز لي أن أظهر هذا الفعل فيكون محذوفا على سبيل الجواز، أم لا يجوز لي أن أظهر هذا الفعل فيكون محذوفا على سبيل الوجوب؟ نقول إن كان المغرى به مفردا فالفعل يحذف جوازا،
يعني يجوز أن أظهر الفعل ويجوز أن أحذف. فيجوز لك أن تقول الصدقة من غير الفعل، ويجوز لك أن تقول إلزم الصدقة. يجوز لك أن تقول الصدقة من غير فعل، ويجوز لك أن تقول إلزم الصدقة. ليه؟ لأن الفعل هنا محذوف جوازا. طيب متى يكون الفعل محذوفا وجوبا أحبابنا الكرام؟ إذا كان المغرى به مقررا أو معطوفا عليه. في هذه الحالة يكون الفعل محذوفا وجوبا، يعني لا يمكن أن يظهر. فلا يصح أن تقول إلزم الصدق الصدق، لا، إن الفعل هنا محذوف وجوبا. ولا يجوز لك أن تقول إلزم الصدق والأمانة. لو أنك قلت ذلك خرج الأسلوب من دائرة الإغراء وأصبح أسلوبا آخر، لا صلة له ولا علاقة له بالإغراء. يبقى إذن أسلوب الإغراء كيف نعربه؟ نعربه الكلمة المغرى بها مفعول به لفعل محذوف. هذا الفعل إذا كان المغرى به مفردا يكون الفعل محذوفا جوازا، وإذا كان المغرى به مقررا يكون الفعل محذوفا وجوبا، وإذا كان معطوفا عليه أيضا يكون الفعل محذوفا وجوبا. يبقى إذن مع التكرار والعطف وجوب حذف الفعل، مع الإفراد جواز حذف الفعل. طب الكلمة الثانية يا دكتور، هذه الصدقة، عارفين الصدق كلمة الصدق الأولى مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم. طب الكلمة الثانية المقررة بنعرفها إيه؟ توكيد لفظي للكلمة الأولى. طيب هنا أيضا الكلمة الأولى مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم. طب الكلمة الثانية المعطوفة بنعربها إيه؟ معطوف عليه، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. هذا بالنسبة لأسلوب الإغراء. من ناحية التعريف، هو اسم منصوب بفعل محذوف لإفادة الترغيب والتشويق، فائدته حث المخاطب على أمر محمود ليفعله. أركانه مغري، ده متكلم، مغرى ده بالنسبة للمخاطب، مغرى به هو الأمر المحمود الذي أغريت به الإيه؟ المخاطب. طيب صور هذا الأسلوب، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مقررا، وإما أن يكون معطوفا عليه. إن كان مفردا جاز حذف الفعل معه، وإن كان معطوفا أو مقررا وجب حذف الفعل معه. هذا بالنسبة لأسلوب الإغراء. طيب بالنسبة لأسلوب التحذير أحبابنا الكرام، ستجد هناك تشابه من ناحية حذف الفعل بين الإغراء وبين التحذير. يعني مثلا تكلمنا عن الإغراء، هنا نتكلم عن التحذير. التحذير هو أيضا اسم منصوب بفعل محذوف لإفادة التنبيه والتحذير. إذن هناك في الإغراء لإفادة التشويق والترغيب، لكن هنا في التحذير إفادة التنبيه والتحذير. يعني مثلا عندما أقول الكذبة، يعني احذر الكذب، فالكذب مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر الكذب. فائدته حث المخاطب على أمر مكروه أو مذموم ليجتنبه. فكلمة الكذب، الكذب ده أمر محمود ولا مذموم؟ مذموم طبعا ومكروه، تمام. الخيانة، يعني احذر الخيانة. الغيبة، احذر الغيبة. كل الصفات المذمومة والمكروهة تدخل تحت هذا الأسلوب، هو أسلوب التحذير. يبقى إذن فائدته إيه؟ حث المخاطب على أمر مكروه أو مذموم ليجتنبه، يعني عشان ما يعملش هذا الفعل المذموم أو المكروه. طيب أركانه محذر،
وهو المتكلم. محذر وهو المخاطب. الركن الثالث محذر منه وهو الأمر المذموم. تمام؟ طيب، صور هذا الأسلوب أحبابنا الكرام هي نفس صور الإغراء تماما، لكن يزيد عليها صورة رابعة. احنا قلنا في صور الإغراء ثلاثة، هنا هنزود صورة رابعة فقط في التحذير. الصورة الأولى أن يكون المحذر منه مفردا زي الكذبة، أن يكون مكررا الكذبة الكذبة، أن يكون معطوفا مثل الكذبة والنميمة. الصورة الرابعة التي تزيد على الإغراء، تمام، هو أن يكون التحذير بإياء، بإياء أو إحدى أخواتها، إياك، إياك، إياكم، إياكن، إياكما. تمام؟ يبقى إذن الصورة الرابعة التي تزيد في التحذير عن الإغراء هو أن التحذير يكون مفردا ويكون مقررا ويكون معطوفا ويكون بإيا أو بإحدى أخواتها. عندما أقول مثلا، أقول إياك الخيانة، أو إياك والخيانة بالعطف، أو إياك من الخيانة. هذه هي صور التحذير: مفردا، مقررا، معطوفا، أن يكون بإيا. طيب، كيف نعرب هذا الأسلوب؟ هو نفس إعراب أسلوب الإغراء تماما. يعني إذا كان مفردا هيبقى ده مفعول به لفعل محذوف جوازا، مفعول به لفعل محذوف جوازا تقديره احذر. طب لو كان مقرر، مفعول به الكذبة الكلمة الأولى، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. طب الكلمة الثانية توكيد لفظي، إذا كان معطوفا سيكون أيضا مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر الكذب، والنميمة ستكون معطوفة على الإيه؟ الكذب، أو مفعول به لفعل محذوف أيضا تقديره واحذر النميمة. يعني باعد نفسك عن الكذب واحذر النميمة. لاحظوا أحبابنا الكرام أن الفعل في باب التحذير متروك للمتكلم، يقدره كيفما يشاء حسب السياق. يعني ممكن يقول باعد نفسك، قي نفسك، تجنب نفسك، احذر نفسك. يبقى إذن الفعل في باب التحذير متروك للمتكلم، يقدره كيفما يشاء حسب السياق وحسب المعنى. يبقى إذن أيضا إياك، إياك ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر، يعني أحذر إياك أو إياك أحذر. الخيانة مفعول به ثاني، يعني أحذرك الخيانة. طيب هنا إياك مفعول به لفعل محذوف تقديره أحذر، والواو حرف عطف، والخيانة مفعول به لفعل محذوف تقديره واحذر الخيانة. تمام؟ يبقى إذن أحبابنا الكرام، بالنسبة للفعل الذي يقدر في باب التحذير هذا أمر متروك للمتكلم، يقدره كيف ما شاء، يقدر باعد نفسك أو توقي نفسك أو قي نفسك أو احذر من الكذب، احذر من الخيانة. يعني هذا كله
يرجع إليه يقدره بما يوافق السياق وبما يوافق المعنى. يبقى إذن ملخص درس التحذير، التحذير هو اسم منصوب بفعل محذوف لإفادة التنبيه والتحذير. طب فائدة التحذير إيه؟ هو حث المخاطب على أمر مذموم أو مكروه ليجتنب فعله حتى لا يقدم على هذا الفعل المذموم. أركانه إيه؟ أركانه محذر، ده متكلم، محذر ده مخاطب، محذر منه ده الأمر المذموم أو المكروه اللي أنا بحذره منه. طيب صور التحذير أربع صور حضرات، صور التحذير أربع صور، يعني تزيد على صور الإغراء بواحدة. أن يكون مفردا مثل الكذبة، أن يكون مقررا الكذبة الكذبة، أن يكون معطوفا الكذبة والنميمة، أن يكون بإيا أو إحدى أخواتها. وقلنا إذا كان مفردا فالفعل يكون محذوف جوازا، وإذا كان مقررا أو معطوفا أو بإيا أو إحدى أخواتها يكون الفعل محذوفا وجوبا. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.